انت فنان وضع خشاب، اي نعم. انت مطلوب اخذ عسكر، متخلف عسكرية كمان بشرف معي. شو متخلف ما بتخلف؟ انا ما بروح عسكرية لك عمي، انا وحيد. انت بكذب كمان، هاتوا. لك لا حدا يمد ايده، اكيد في غلط يا شباب. امشي انا ما لك. بروح عسكرية، لو بروح عسكرية دفعت بدل. امشي لك بشرف معي. طب طول بالك لغير ثيابي. بشرف معي. ولي على عمتي اخذوك، ولي على عمتي اخذوك. شو بقول معلم وضح؟ فكروا روحي من وجهي، روحي من وجهي من يوم ما شفناك، شفنا غير المصايب. ولي على عمتي اخذوك، اخذوه الله ياخذوك. وينك يا عمي ابو وضح؟ وينك يا عمتي؟ يا جماعه الزلمه ما بيترك لحاله، شنو ابوه مفضل علينا كلياتنا؟ اي والله. شو روح علينا يا جماعه؟ شو فينا نساوي؟ لازم حدا يروح لعند الحكم دار. ابو لطفي راح لعند الحكم دار، بس المشكله الحكم دار ما بيعرفوا ابو لطفي. هاشم افندي، هل كيف بتشوف لنا اصحابك بالسرايا؟ ان شاء الله، اخي انا بحكي معهم، وشو اللي بيصير معي؟ خبركم. وانت يا ابو صفوان؟ بروح لعند سالم بيك، بركي بيطلع معه شيء. ايه بروح لك لحد ما اروح، والله بروح. ابو صفوان بروح معك كمان، شنو سالم بيك بيعرفني وبيعزني وما بياخذ لحماته غير من عندي. خلص تكلنا على الله. يلا. ايه الله يجزيكم الخير. معناتها عقيل، خلينا نروح على القشره بركتنا ونشوفه. يلا شرفوا يا شباب. يلا شرف ابو صفوان، شرف. شربوا الشاي. بعدين بعدين. يا الله. يمو يمو يمو، انا اليوم بدي اصير عروس، هديك المدرسه ما صارت عروس، اليوم انا بدي اصير عروس. تقبري. والله لساويك عروس للصبح. روحي روحي هاتي طنجرة. يلا هاتي هاي ماشي الحال. يلا يا غنيلة. يا ضامي نعمة، يا ضامي مغفرة، يا ضامي نعمة، يا ضامي مغفرة، جوزي كحلة بالورقة، حلي يا شباب كله كحلي مغفرة. وأنا نعمة أوه، وأخذوا عريسنا على العسكر. أوه دوبوا له القطر والسكة. أوه وإن شاء الله قلب أمه يتعكى. يا جماعة ما قدرت أقبل الحكم دار، عنده اجتماع وبصراحة سرايا قايمة قاعدة. هاي الحرب وأحوالها، يا حسرتي ما حدا لحدا. ونحن رحنا على الإشلي بس ما حضينا فيه. خلص يا جماعة خلص، قلنا لكم حطوا إيديكم ورجليكم مي باردة. سالم بيك قالنا روحوا واطمنوا، وإن شاء الله وضع خلال يومين ثلاثة بيكون ببيته. بلا بقى تروحوا لعند حدا ولا تشوفوا حدا مشانه، خلي الموضوع بيني وبينكم على الستر والسلامة. معناتها خلص يا جماعة ما في مشكلة، نصبرنا يومين. عقيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا نصري؟ شو في؟ فرس المرحوم أبو أدهم ماتت. شو هالحكي؟ يا سيدي الفرس بعد خيالها موتتها أولادها. إنه شو هالقصة يا جماعة بهالحارة؟ ليش هيك عم يصير معنا؟ يحتك حريش الشغل. شبك يا أبي مهموم؟ لا ما في شيء، يعني شغلة ابن عمتك بزعجتي شوي، انه امه وابوه بالحي وبالبيت ما في غير الحريم. لا وراح تجوز جوازة تاني. يلا بركي ان شاء الله بكره بيرجع. لوين بده يرجع يا ابي؟ وضاح خلص سفروه امبارح على الترعة، اخذوا اكثر من 500 عسكري بالببور لهنيك لانه قال الحرب حميانة كتير هنيك، بنزلوهم شارع الاردن ومن هنيك بيكفوا مشي بقى. شو هالحكي؟ على الترعة؟ ايه على الترعة. لعمة معناتها سالم بيك عم يكذب علينا. ليش شو دخلوا سالم بيك؟ لك سالم بيك مبارح الصباح قال انه حيفكوا من العسكرية ويرجعوا على بيته لانه وحيد.
ليش انا ماني وحيد يا بي؟ بلا بس انت وحيد القرن. عمي بدي احكي معكم كلمتين. تفضل. هذا الحاصل صار اماني برقبتكم ها؟ اي نعم اي نعم. مثل ما بتعرفوا ابو وضاح راح تيسر على الحج، الله يرده بالسلامة. امين يا رب العالمين. وابنه اخذوه على العسكر. معلومكم ابو وضاح مفضل على الحارة كلها، مزبوط كلامي ولا لا؟ اي والله صحيح. اي والله صحيح. وشو بيقولوا؟ يلي بينسى الفضل المعروف بيكون ابن حرام. والله مزبوط. طيب طالما بتعرفوا انه هو مفضل عليكم فهلا فرصتكم يومكم، بدكم تردوا له هالجميل، شو كلامي صح ولا لا؟ والله مزبوط، عم تحكي كله صح. تمام. وما جزاء الاحسان الا الاحسان. والله يا جماعة شو ما عملنا ما بنحسن نرد ربع جمال المختار علينا، الزلمة فضله على راسنا من فوق للممات. خانوم معلش نام عندك اليوم؟ ما بدي حدا ينام عندي. رويدة خانوم أنا بخاف بالليل. شو بدك تخافي؟ أخي رشدي نايم بالمضافة. لا تخافي. الله يخليكي خليني نام عندك. هاي تاني عيد بمر على الحارة والحارة كلها زمان. الله يبدل الأحوال بأحسن ويحلى عسيرة بجاه الحبيب المصطفى. آمين آمين. يا أم حمان قدرينا أنه البيت جاهز صار يعني للسبع، إيه رح تجيبها لعيال وتسكنوا فيه مشان نروح نبارك لها؟ إن شاء الله بها الكام يوم. إن شاء الله. مبروك أبو حمان. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيكم يا رب. هذا بيت أخوكم الصغير. الله يسلمك. في حدا هون يا اخي؟ نجيب ابشوما. لك والله نجيب وين هالغيبه يا رجل؟ والله بهالدنيا. طمني شو اخباركم؟ شلون اهل الحاره؟ اخ شو بدي احكي لك يا نجيب؟ لا احكي لك. هذول اولادك؟ اي والله. الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك. بدي اسالك اهلي وينهم؟ شو اخبارهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الوالدة أعطتك عمرها. شو الحكي؟ إن شاء الله العمر إلك ولأولادك. أبي وأخواتي؟ أخواتك عمك أبو فارس أخذهم، وأبوك اشترى صندوق العجائب وعم يطلع الضيعة يتسبى فيه. بس أمير الركب يا مقادم. حول عمي حول. ما حاجة بس. بس أمير الركب يا مقادم. إن شاء الله مشهورين. اجبر بخاطرك. خلي لي اياك نقي لي كم مقدم على كيفك. الله يرضى عليك. بعيوني. خلي لي اياك. شلونه يا ياسين؟ مرحبا فخري. اهلين اهلين رضا. شو القصه؟ هذا يا سيدي هدول في ناس عم يشتغلوا ضد الدوله العليه. شو هالحكي؟ هيك سمعت. بيني وبينك الناس الحال لحال، لانه صارت حالتها بالويل كل ما بوضع لورا. آخ آخ، لك الموني والمصاري كلها عم تروح على العسكر، والناس عم تعض على أسنانها ما عم تلاقي شي تاكلوا. لك أنا العبد الفقير كنت أذبح بزماني 3 دبائح، هلا اسألني قديش عم أذبح. اسألني قديش عم تذبح. الله وكيلك، نحن 3 لحامة عم نجتمع على ذبيحة واحدة، وأحيانا مثل ما لك شايف ما عم نفي. لك الغلا الغلا عام والناس ما معها تاكل. الله يعين العالم. لا تنسى أن السنة كانت سنة محبة رجل. إيه الله يجيرنا يا رب. لك صحيح دريت أنه نجيب ابن أبو نجيب رجع الحارة؟ لا والله ما دريت. رجيع صغير أفندي. ليش وين كمان؟
هل كان بحلب صاير تاجر قماش معتبر كثير. أكيد أفندم سلامات ناسيسين. أهلين حضرة الباشا هاويش. في تنين مجرم مرق من هون حلق حلق، أنت بيشوف وين راح هذا الفلد مجرم؟ مجرم شو؟ أكيد هذول اثنين ضباط فرارية خيي، والمستشارية عم تدور عليهم، بدها إياهم بالوقت والساعة. أيوه، لا ماشي كل شيء. رجي صباي؟ نعم سيدي. لازم تنين فراري ما يطلع من حارة. هذا فراري خاين، هذا سيس كافر، لازم قازوخات، لازم اعدام، اعدام والمالي. وقف لك وقف لك وقف لك. من انتو؟ لا يخرب بيتكم، من انتو؟ لا تخافوا يوم، لا تخافوا، هذا جده، انت عمي ابو نجيب، اكيد ماني غلطانه. لا مالي غلطانه، منو حضرتك ست راسي؟ تعالوا يا اولاد، تعالوا سلموا على جده، بوسوا ايده. بوس بوس منيح ولا بوسي؟ لا تدعي علي بالكسر. منو حضرتك بلا زفره؟ انا مرت نجيب عمي. مين نجيب؟ ابنك. ها ايه ابني، ايه صح. ايش كني ما فرحت فينا؟ لا ست راسي، اعوذ بالله، شو ماني فرحان؟ ما شايفتيني؟ راح اموت من الفرح. يلا عمي يلا فوت لسخن لك شوية مي مشان تغسل وترتاح عبين ما يصير الأكل. إيش عملت لك تشكيلة كباب؟ رح تاكل أصابيعك وراها. كباب يعني كبة؟ إيه كبة. كبة بلحمة ولا بلا لحمة؟ لحمة عمي بلحمة، ليش بيصير كباب من دون لحمة؟ منين شفتوا اللحمة؟ من عند القصاب. لك من عند القصاب؟ لك ليش البعزقة؟ ليش المصاريف بلا طعمة؟ يوم أعطيني دروب ساي. جدو جدو خد نصلك مصين منها واعطيني اياها مشان اخبيها لبكره. عيب يا ولد، ما بيصير هيك. شو ها؟ ايه ها؟ مسكي يا مخبي لي اياها لبكره. والله يا عمي هذا ابن ابنك بيسود الوش، الدروب سايه بيضل يمصمص فيها يومين ثلاثه ما بعرف لمين طالع. شو عليه لك عمي؟ شو عليه؟ الولد حريص، شو فيها؟ لا عيب ولا حرام، الله وكيلك بيفيدك لقبرتك. لكان وين السيد نجيب؟ ماني شايفه. راح لعند عمه يجيب خواته. شو ها؟ لسه كمان بده يجيب خواته؟ يا حبيبي كملي. شو هالحكي؟ ايه والله يا ابو لطفي، انا شفتهم بعيني، جماعة الكركون والظابطية معبين الحارة وعم يدوروا عليهم. اوف 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 اوف، حدا شافهم غيره؟ ما بظن. الله يجيرك يا ابو خيره، بس ما يلقطون عنده، والله بيروح فيه. نحن لازم نلاقي لهم تخرج من الورطة اللطفية. فهمت، بس شلون؟ عم فكر ابعث لهم لايتين مع الوالدة، بيستنوا لحتى تعتم العين وبيلبسوهم وبيطلعوا، وراح بحكي مع ابو شومان يحضر حاله هو بضيات الحارة ويجهزوا سلاحهم ويقعدوا ببيوتهم. ايش كان سمعوا صوت قواص فهن يطلعوا فورا. قلتك تصل الامور لهالحد هاد؟ والله ما بتعرف يا ابو لطفي، كل شيء ممكن يصير. الله يستر. وانا من يمي رح أضل حايص حوالين بيته لأب خيره. انت عمل جهدك تخلصوا من هالمشكلة هي، بس بلا مشاكلها. لا يكن لك فكرة لطفي، لا يكن لك فكرة. السلام عليكم ناسيسين. وعليكم السلام، الحمد لله. شو صار معكم مع هدول المجرمين؟ كمشتوهم؟ والله يا خي ما لقيناهم، تقول فص ملح وذاب. داب داب داب، كله داب داب، هذا كلام مش كويس برنجي صباي. هذا فرد مجرم، لازم كلبجات، نحن في مسؤوليات، لازم حراسات مشددات. كاينجا يا خي، ما سدينا كل منافذ الحارة.
ست راسي كانه كتار الحطبات، ما هيك كتار شوي ما خلص عمي، المرت الجاي ما بكتر حطب. عمي لا تاكل وتنزع غداك شوي وبصيروا الكباب. مو مشكله ست راسي، مو مشكله، زيتونتين هني، هنا زيتونتين، ما مشكله. عم اقول لحالي لمين طالع هالولد. شو عم تقولي ست راسي؟ شو تفضلتي؟ سلامتك سلامتك عمي، ما في شي. سلامتك سلامتك، الله يسلمك. وانتو اهدوا، خلاص الا من لاقي طريقه ان شاء الله. عن اذنكم. عملها ابن العيا شو فسد علينا. مريح لأنتي، هاتي الفردان لك. اسمعي لك، تقربي من الباب وبتقولي مين، وإذا حدا سألك عني قولي له مو هون. قربي أشوف مين. أنا مشاهد افتحي. شو جابر عنا؟ شو بدها؟ شو بعرفني؟ اسمعي لك، العيا لأنه أكيد ابنها بعتها لحتى تشمشم له أخبارنا. خلص خلص لعب الحسنة، لأنه هلأ بتزعل، بيكون ابنة ما بده يفسد علينا، بس بده يفسد علينا. روح انت اللي عم تشوفك، روح. شوفي أهلين وسهلين. يا أهلين وسهلين، تفضلي. هلأ مو وقت الأهلين والسهلين أم خيرو، بدي إياكي. خير؟ في شي؟ في شغلة ضرورية جاي من شانها. ايه تفضلي تفضلي لجوا على المضافة، تفضلي. أهلين خالي بشاهر. أهلين حبيبتي، تفضلي. أبو خيرو قرب شوي لقلبك. خير شوفي؟ مشاهر عاوزتك بشغلة. لك ما قلت لك إنك تقلعيها؟ إذا كانت جاي مشان هديك القصة قلي لها ما في عنا بنات للجواز، ما في نصيب، خليها تحل عنا بقى. لك المخلوقة بدها إياك مشان الجماعة اللي عندك. شو؟ إيه مشان هيك روح شوف شو بدها. قلي لها خليها تحط على راسها. يلا ربي يوافق يا رب. من هذا بده يوافق؟ هذا اخي مسلم، كنت عم اقول يا بي انه يا ربي يوافق روح يجيب لي بزر من الدكان. ايوه يجيب لك بزر. عمي يلا. بيقول لك شاهر خد هالملايتين وبس تليل الدنيا خليهم يلبسوهم، وبس يدق عليكم الباب بيطلعوا وبيمشوا معه على بنا انهم امه واخته، وهيك ما حدا بيشك بنوب. وهلا وينه شاهر؟ يقبر قلبي ان شاء الله. والله خايف عليك يا اخي ابو خيره، رايح جاي بهالحاره من قدام بيتكم، خايف يصير شيء. الشباب كلهم جاهزين. يلا بخاطركم. خليكي ام شاهر، ما شربتي القهوه؟ تقبريني لا يمل مشروبه، هلا البنات بيستعوقوني. اختي ام شاهر. امور اخي. سلميلي على شاهر وبوسيل اياه من بين عيون. الاصيل اصيل. بيوصل ان شاء الله بيوصل. انا ظلمتك كثير يا ابن عياش. لك الله محيي أصلك. مين؟ أنا سميحة مرت عمي. إيه تفضلي. مرحبا مرت عمي. أهلين. السلام عليكم. أهلين وسهلين. مسيكي فيا غيروا لي ولبسوا هالملايات. مسيك هاي وحده وهي وحده لك. يلا الله محيي البطن اللي حملك يا شاهر.
أكيد أفندم، أنت بيروح بيجي في زقاق، أنت في مشكلات؟ لا ما في مشكلات ولا شيء حضرة البشاويش. نحن عم نحرس الحارة من هدول الفرارية اللي حضرتكم عم تدوروا عليهم، خايفين يأذوا شي حدا من أهل الحارة. تشوكوزال كيد أفندم، تشوكوزال. احترامات هاشم افندم، ناسيسين؟ يا اهلين وسهلين باشاويش، تفضل. معلوم هاشم افندم، معلوم حضرتنا لازم زيارات حضرتكم. يا اهلين وسهلين باشاويش. هاشم افندم. في اكلات برنجي مزبوط هاشم افندم، مهاشي، كباب، لحم، هبر هبر. اهلا وسهلا، تفضل. حضرة البشاويش، نحن إيش كان بدك طابخين أكل كتير طيب، كله لحم بلحم، فإذا بدكم شو بتعشوا عنا؟ لا 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 هاشم أفندم، عنده أكلات تمام قايجة. وازن وازن، بكرة أكيد أفندم، بكرة حضرتنا ممكن زيارات حضرتكم. عمي بخيره، خذ لنا طريق بمعيتك. يلا ايه، عن اذنكم تكه. شوف انتي، كل شي خربان بتلاقيه بتكبيه، وهي الكركبه كلها تبوكا بتحرقيها. شو تحرق؟ وبيت المونة اللي تحت بتعزليه كله، بتشوفي الاجرار اللي فيها لحمه خربانه كمان بتكبيها. يا لطيف يا لطيف، لك شو تكبها ما تكبها؟ لك ابني دم علني حاطه فيها، لا ستراتي، لا لا تكبي شي، لا تكبي شي، الله يرضى عليك. ها لا تردي عليه، بتساوي مثل مالي عم قلك. حاضر ابن عمي. حاضر؟ ان شاء الله بتحضر منيتك انت وياه، لا ست راسي مو حاضر. يا بي والله انت صرت زلم كبير، صار لازم تقعد مع كبارية الحارة، مسائل البيت ما تتدخل فيها بنوب، واذا كان على المصاري ما تاكل هم، انا بتكفل مصاريف البيت كلها. ايها ايها، ولك ابني ها، هذا الحكي اللي بينحكى. اخي اعطيني انت مصروف البيت وانا بصرف عليه. حسبي الله ونعم الوكيل، ماشي الحال. نحن بهالكم يوم مسافرين على حلب، وبس نرجع نحكي بهالموضوع. شو بدك تساوي بحلب؟ بدي صفي كل حساباتي هنيك واجي اسكن هون. هون؟ خليك بحلب لك ابني، ما في صندوق عجايب بحلب؟ يا بي الله يرضى عليك، هي شغله صندوق العجايب بطل لي اياها. يعني والله مو حلو بحقك، انت صرت زلم كبير ومقدر، وهي الشغله مو من مقامك. شو مامي مامي سيدي؟ شو مامي؟ حبيب قلبي مامك جيبتك، معك برغوت بتسوى برغوت، ما معك برغوت ما بتسوى شيء. هيك ستك الله يرحمها علمتني، شو هالحكي في دراسي؟ أهلا فضالة. أمان يا ربي أمان، هذا طبنجة لمين هاشم أفندم؟ إلي. أمان يا رب يا أمان. لا 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 هاشم أفندم، هذا طبنجة مش إلك. يعني إذا مو إلي لمين بده يكون؟ يعني إلي إلي أكيد إلي. هذا طبنجة ممنوعات هاشم أفندم. مزبوط؟ إيه مزبوط، بس يعني أنت منا وفينا ولو، وإذا عجبتك وبعينك ولو تكرم عينك بتقدر تاخذها. اوه شباش شباش، تشكرات هاشم افندم، تشكرات اداريم. بعد اذنك خيب وخيره، بعد اذنك انا متضايق، بس انا متضايق شوي، اذا بتريد تاخذ لي طريق بدي فوت على بيت الادب. اي تكرم عينك، تفضل. يلا تفضل اخي مشاد، تفضل. اسمع خي ابو خير. خير؟ اني خي بدي اشفوت على الحمام. نعم؟ لكن لوين رايحين؟ لك يا خي مثل عم قلك بدي اشفو على قرني. خي واني جاي لعندك بعيني هذه قشاعتن للشباب فايتين جوا على البيت. شو؟ لك تخافش خيي؟
إسا بتحط له سم الهاري لهذا اللي جوا بتخليه يتحرق وقلعه، وأنا إسا بطلع لبرا بفضي الحارة من العساكر كلها، بدي إياك تطلع الشباب كلهم من الحارة، الحارة كلها شغلي حمياني يا أبو خيرو، وفيها قطع روسة. أصيل يا أبو سدعان أصيل، ربي يقدرني على مكافاتك. شو عم بتقول يا زلم؟ شو عم بتقول إني؟ ما أني منكن وفيكن، بعدين يا خي الظفر بيطلعش من اللحم. شهم شهم يا أبو سدعان، الله محيي البطن اللي حملك. يبعت لي حمى قديش كان مشتهي كحل عيونه بشوفتك. الله ينتقم منك يا شاهد، الله يورجيني فيك يوم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلبي. تفضل عمي شاير، تفضل. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك، مع السلامة. راحوا؟ ايه الله يستر عليهم ويحميهم. شاهر راح معهم؟ ايه. شفت شلون يا رجال؟ الناس لبعضها والضفر ما بيطلع من اللحم. صحيح. مين؟ أنا افتحوا لي. إيه هذا خير وأجا من الدكانة. فوت يا أمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا أبي؟ الله يسلمك. فوت ارتاح جوا فوت. أنا بشوف يا حجة أبو عبدو إنه أنت والحجة أم عبدو والحجة أم وضاح تنزلوا على الشام بالبقبول، وانا بضل هون لاوفي الندر وبعدين بلحقكم. لا ما بتركك ابن عمي يو. لا صار ايه؟ حدا بيصحوا له يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني حدا بيصحوا له يكون عند الرسول وبيقول لا؟ مظبوط هذا الحكي ولا انا غلطان؟ والله العليم اذا الله بيقسم لنا نرجع مره تانية ولا لا؟ اذا الله منادينا بنرجع ان شاء الله. شو وين الحج علي خانو؟ الحجة علي صار لأصحابه. شو هالحكي؟ ومين هالرفيقة هاي؟ في جماعة مصاروي عندهم بنت من جيل علي، قاموا ترافقوا سوا. لك يا أولادي الله يرضى عليكم، أنتم بس تشوفوا تحاشوا بعدوا عنه. لأمتى بدنا نضل خايفين منه عم نتحاشى يا أبي؟ لك يا ابني، يا ابني الرجال معه حق، محروق قلبه على ابنه والله يعينه. بس يا أبي زودها كثير، كل كم يوم بيربط لنا على الطريق ونحن كرمالها عم نغير طريقنا، سود وشنا قدام العباد. يا أبي أخي عرف عم يحكي مزبوط. يا ابني بدنا نتحمر، بدنا نبعد الشر عنا. لكن ايه يا بي شحوا جاي ناحيتنا. موجه الله محمد رسول الله عليك يا ابو محمود، تكفينا شرك. انا جايكم ضيف. ضيف؟ يا اهلا وسهلا بالضيف، شرف. ضيف يا ابو عطا. تفضل. عقيد، الي الشرف اقدم لك هذا السيف والترس. تعلقوا نوم بالمضافي على بين ما الله يفرج عليك وتستلم سيف عياش وترسوه. يا عيب شو منك، ما بدنا غير سلامتك عمي. امسيك لك ابني امسيك، انت رجال ابن رجال، والسيف والترس احلى هدية للقبضايات. القبضاي لحاله هو اللي بيعرف يمتن وبيعرف شلون يحافظ عليهم. امسيك. نحن من بعدك عمي بخيره، بس اوعى تفكر انه السيف هو اللي بيحمي القبضاي. يا ما في حريمات انقتلوا بسيوفهم. اي والله هذا الحكي معدل. شرف عمي بخير وشرف استريح. قبل ما اعود انا حابب اقدم لك المحرمه، هديه من رجال لرجال. هاي المحرمه طرزت لي اياها بنتي سعاد، الله يستر عليها وعلى حريمات الجميع. يسلموا ايديك عمي بخير. عليم الله اني انا صرت عم اتعلم الرجوليه منك. اللي شفته منك هداك اليوم بيرفع الراس. سرك كبير عمي وانا بفديك بروحي. بدك تسلم لي روحك يا بضاي. شرف يا شرف. يلا. شفته يا ابو عطا، شفته بعيني. وين شفته يا ابو محمود؟ شفته بباب سريجي. لك هو لما احني ما تقول الا كبتون ملح وداب، ولحقت لك يا دور عليه، عجزت وما كنت لاقيه. انت بتعرفه من الاول عمي ابو محمود؟ لك لكان شلون؟ لك كان رفيقه لابني من الروح للروح، وكان ينام عنده بالبستان. منين هو؟
هو من الشام للميدان. معناته أخي راح لديار الحق. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. عملوا عزا لأخوكم يا أبي. إي والله لولا العيب والحياة لزلغت. لا ليش متزلغتي؟ يو ليش في أحلى من هيك فرحة تقبرني؟ معك حق اللي معك حق. بس يعني ما في فرح بعد المرحمة كلها. الحمد لله اللي الله هداك يا أبو خيره. يا مو اسمه صارت وصارت وأبو خيره هلأ مبسوط منك. شو رأيك روح أخطب لك سعاد؟ أمي مرحمه أبدها ما صار له مدة متوفي، أنا ما بقدر أخطبه ويتجوز قبل ما يمر سنة على وفاته. شو صار بالشاي يا فهمية خانوم؟ يلا أخي يلا جاهزة. يسلموا هالإيدين. إيديك يا مو. أنا بدي أشوف أختك شهيرة، بدك شي منها؟ لا أمي سلامتك. كيفها الصغيرة؟ بتبوس إيدك. شو سموها بعدين؟ ما سموها يا مو، عم يستنوك لحتى تروح لعندها وتشوفها وتسميها. ايه صحيح يا مو، شو صار مشان صهرك ابو حدو؟ ليش ابو حدو؟ عم قول يا مو يعني بركة بتلاقوا حدا ينام بالطاحون، لانه اختك صار وراها ولدين وما عادت تقدر تجي لعنا تنام يوم ايه يوم لا. ايه شو عليك؟ حكيت لك الحقيقة بتستري علي وتحافظي على السر؟ حقيقة شو؟ حقيقة قصتي أنا والمعلم وضاح. الحقيقة مبينة أشكرة، ما في لزوم تحكي لي عن شي. شلون مبينة؟ رويدة خانم، رويدة خانم، لكان صرت عقيد يا شاهر. ايش وعلي انبسط لك كم يوم قبل ما يجي اخد روحك انت التاني. وعفوفتي شلون بدي اخطبها؟ على اني تحسين ولا الشيخ صالح؟ هلا بروح على اني الشيخ صالح وبعدين بصير ابو شرار ولا بضايع اللي قديش تلت لتلاته. لك يا عيني عليك يا ابو شرار شو معدل وفهلوي. انا اليوم بحكي مع ابو دياب بقول له خليه يجوزها. اي والله منرتاح منها، كنا مرتاحين منها لما تجوزت اول جوازه. ايه اختي احكي معه، ونحن كل يوم والتاني بنعمل معها خناقه لحتى نكرهها حياتها، وهيك بتصير تتمنى حي الله واحد تتجوزها وتنقلع بقى. إيه بس يا اختي عفاف راسها يابس. هذا الحكي قبل ما تموت امها، بس هلا لا حبيبتي صار شي تاني. ايه بس ابو دياب ما عنده كبير غير الجمل، اذا راسها يابس بكسر لها اياه. مو مثل المرحوم ابو قاعود الله يرحمه ترابه، كان مدللها وعامل لقيمه. تتذكري كان ياكل همه اكثر مني ومن اولادي. على كل حال الله يرحمه. ما بتستاهل هالضربه يا ابو عطا. ايه ما كان لازم تقري. شلون ما كان لازم اقرب يا تاج راسي؟ انا شفت وشك بهذيك الشوفه وطار عقلي، انت مفضل على راسي. لا تواخذنا عقيد، غلطنا بحقك. انتوا اللي لا تواخذونا يا جماعه، انتوا ضيوف لميت اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله العمر لكم. يسلم عمرك. ومشان تحسين كل شي بنعرفه عنه انه احترق وفطيس، ومثل ما خبرتكم عمي ابو عطا نحن متبرين منه لانه زلمه واطي وكلب. ومعلومك يعني نحن عيله معروفه وقلنا سمعتنا بين الناس، ولا بعمره ابن مره جاب معدلنا بالعاطل. ايه والله والسبعه نعم يا سيدي. ومنك يا عمي ابو عطا بقى، مشان هيك ما بنسمح لواحد واطي مثل هذا الكلب يجي ينزع سمعتنا هلا بين الناس. بس انا اللي ما عم يفوت بقالي انه تحسين لساته عايش لهلا. والله يا اخي افهد نحن ما شفناه بعيننا، بس اللي شافه
أكد لنا أنه هو، وذاتا نحن يعني بلا منقودية لا منعرفه ولا شفناه بحياتنا. طب بركة شايف له شي واحد بيشبهه ويخلق من الشبه 40، كل شي بيصير يا تاج راسي. تتذكر لك نجيب أول ما علمتك ركب الخيل؟ هذا اللي بتذكره كان شو؟ حيومة وعقله لما عمك قفال الله يبقيك كنت رايح فيها. إيه الله يحمل إياه. كيف حالك معاه؟ الحمد لله نشكر الله. الحمد لله. لساتك عم تطلع؟ ايه والله عندي طلعه صغيره هيك، نشوف اذا عندي كم غرض هنيك نجيبه ونجي نسكن هون ان شاء الله. علينا اخي ابو نجيب. علينا عم يا ابو نجيب. الله لا يزيد فضلك لا انت ولا اللي قاعدين معك. لك ابني شو ها؟ شو ها؟ كفر؟ كفر هذا كفر؟ لك ليش هالبعثة هاي؟ الله ما بينزعل منه ضروري. الله يعينه. اليوم انا خبي لي حصه على جنب، هلا باكل شوي بكره شوي بعد بكره شوي، ايش رايك؟ لك ابني انت كول هلا ولا بكره فرج ورحمه. يوم مرتخي مرتخي. ايش في؟ خبها مصحون خلابي بيجي بخانقها. اهلين عمي تفضل. الله لا يوفقكم. لك شو هاد؟ لك ليش هالبعزقه هي؟ ولك عمي لك ليش هالمصاريف اللي بلا طعمه؟ ايش بك عمي؟ ايش في؟ ولك هاي الحواري اللي عم تتحرقوها وتحطوا لي هاد دام الزعران والصرصرية تحت ولسه عم تقولي لي ايش في؟ عمي انا ما دخلني، ابنك هيك بده. ابني؟ يا الله لا يوفقه لابني. ليش هذا ابني؟ لك جده؟ انت شو بتحمله لابوك؟ اه شو بتحمله؟ والله يا شباب سمعت لكم سمع ما بصير الخاطر بنوم. خير شو سمعت؟ سمعت انه بدنا ننقل الالاي تبعنا على بلاد تركيا وجيبوا بداله الالاي من هنيك. وليش بقى؟ بتعرفوا يا شباب انه كل الالاي عنا من العرب وهن ما بيثقوا فينا ولا بيأمنونا، وخايفين من الشريف حسين يتصل مع الانجليز ويتفق معهم، ساعتها كل العسكر رح يهربوا وينضموا لجيش الشريف حسين. ما سمعتوا الانباشي سعيد عم يقول انه في كتير ضباط وعساكر هربوا من الجيش؟ وامتى رح يسفرونا يا ترى؟ الله يمكن عن قريب. ترى الأيام رح تجمعني بأهلي برويدة ولا خلاص راح اللي راح؟ يا ترى أهلي رجعوا من الحج ولا لسه؟ دنيا مين قال بدنا نفترق بهالسرعة هي؟ وبدي إياكي بكرة تعملي لنا طبختين ثلاثة هيك كبار دسمين. ليش خير ابن عمي عازم حدا على الغداء؟ بكرة إن الله أحيانا حابب أعزم أبو لطفي وشاهر عقيد الحارة. شاهر عياش ما غيره؟ ايه شاهر عياش عقيد الحارة. الله يسمعنا الأخبار الحلوة، إن شاء الله قلبك صفي من ناحيته. لك يا مرة أنا بحياتي ما كرهت حدا، بس كل ما كنت روح من ناحيته سبحان الله هيك تصير نكزة تنكوز منه وتنعرز منه. الله يصفي القلوب ويحبب الناس ببعضها. إلهي وإنت جاهي يا رب. يلا بخاطرك. الله معك. يا مو شو في يا مو؟ ما في شي. شو كان أبي عم يقول لك؟ كان عم يقول لي مشان أطبخ لك كم طبخة دسمي. ايه وليش يا مو؟ مشان يعزم رفقاته على العشاء وغيره. مين هدول رفقاته؟ مو ضروري تعرفي. يلا روحي كملي تكنيس الغرف. ايش عم تتخانقوا؟ بعدوا عم بعضكم هيك؟ اختك ما عاد استحيت، فوق ما عم نخدمها وبتحملينا عم تتأمر علينا الخانم. انا بتأمر عليك يا كذابة؟ ها؟ شفت لسانها مطوله؟ بس عفاف، عيب. اخي، هي مرتك خليها تحكي، خليها تقول لك على مين الحق، علي ولا على ام قاعود؟ على مين الحق يا ام دياب؟ والله يا ابن عمي انا ما بعرف شو بدي اقول لك، انا قلت لها لاختي يعني ام قاعود انه تطول بالها شوي على عفاف لانه عفاف ضاجي على فراق اولادها وخصوصي بعد ما ترملت، بس اختي الله يصلحها يعني ما عم تتحمل. مالي مجبوره اتحملها. اخي الله وكيلك، والله ما حكيت شيء، وحياه اللي طعمني ولادي ما حكيت شيء. يعني التنتين كذابين وانت صادقه؟ ام دياب. نعم ابن عمي. حقيني لفوق. امرك.
اشوف. اما دياب احكي لي الصدق، الحق على اختي ولا على اختك؟ بدك الحق ابن عمي؟ انا ما بحكي الا الحق، الحق على اختك، لانه انا لاني مع هي ولاني مع هي، بس الواحد يحكي الحق لو كان على قطع رقبته. يعني لو كان الحق على اختي ام قعود انا كنت قلت لها، بس مثل ما قلت لك قبل شوي اختك ضايجه وما عم يعجبها العجب. ماشي الحال ماشي الحال. ابن عمي تقبر قلبي، ليش ما بتجوزها لشي ابن حلال؟ احسن من الخناق والقال والقيل. لك اجاها زلمتين وما كانت توافي، شو يعني؟ منجوزها بالزور غصبا عنها؟ إيه لا تقبرني، مو غصبا عنا، بس يعني انت كمان ورجيها لحين الحمرة، وبعد ما بصير ببيت جوزها بترتاح وبتريحنا. ماشي الحال، تركيني لحالي بدي ارتاح، ونبهي عليهم ما بدي اسمع صوتهم، وإلا بكسر العصاية على جنابهم. ها أمرك يا عمي. هاي ديارة لابن رويدة وديارة لابن نبيها. لك الله يفرح قلبك يا سميحة، كريمة مثل أمك أم وضاح، إن شاء الله بتحبلي مثلهم وبتجيبي الصبي. والله أنا شايفة أني ما رح أحبل بحياتي يا ديبي.